في أخبار الاقتصاد، وضعت خطة طموحة تستهدف زيادة تغطية الكهرباء من 32% حاليا إلى 100% بنهاية عام 2035. وقال المهندس خيري عبد الرحمن وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين إن الخطط المستقبلية تشمل مراجعة المشاريع التي تحت التنفيذ لضمان استكمالها ودخولها مرحلة الإنتاج. وأبان وكيل قطاع الكهرباء أن المشاريع تشمل 530 ميجاوات توليد حراري بمحطة جري 3، بجانب 350 ميجاوات حراري ببور سودان، و5 ميجاوات شمسي توليد طاقة شمسية بالفاشر، و5 ميجاوات أخرى في الضعين، و1 ميجاوات توليد رياح تجريبي بدونغولا. التقى المدير التنفيذي لمحلية جولي بولاية النيل الأبيض الزين المهدي سعيد بمكتبه أعضاء تجمع مزارعي النيل الأبيض للتفاكر حول كيفية الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي 2020، إلى جانب تكوين لجان تسيير المشاريع الزراعية وتنظيم القطاع الزراعي بالمحلية. وأشار المدير التنفيذي للمحلية لأهمية إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه الموسم الزراعي الصيفي الحالي، وكيفية تفعيل الأوامر المحلية للاستفادة منها في تسهيل العقبات وتنظيم المراعي. وأضاف أن بداية العمل في تكوين اللجان ووضعها موضع التنفيذ يأتي لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي بمحلية جولي. من جانبهم قدم تجمع مزارعي محلية جولي شرحا وافيا للمدير التنفيذي حول كافة المعوقات التي تعترض إنجاح الموسم الزراعي الصيفي وكيفية العمل على تذليلها.